انطباع ثلاثية الأبعاد بتعتمد على تقسيم من مجسم ثلاثي البعد لطبقات صغيرة، طبعاً باستخدام الحاسوب. ورحلة تطور الطباعة ثلاثية الأبعاد مستمرة، انتقلت من البلاستيك للطعام. ورح نحكي اليوم عن طباعة الشوكولا. دعمكم بالاشتراك معنا بيخلينا نقوى ونستمر بوجودكم. بحب أبدأ بتجربتي مع اللاكي بوت والنقاط الأساسية اللي استخلصتها من تجربتي. أول نقطة لازم تركز عليها إنه نوع الشوكولا يكون منطبق على الطابعة ومكتوب اسمه بالجداول. والنقطة الثانية والمهمة إنه أنت لازم تحسب تكلفة المشروع بالبداية، لأنه الطابعة رح تكلفك $300 والرأس الطباعة بكلفك $200، وعندك إسا الشوكولا بتوصل $250، فأنت مشروعك رح يكلف بحدود $1000. وبينضاف لهذا الموضوع بطء الطابعة، وبالتالي مشروعك قدامه تحديات كبيرة. وأنا ما رح قلك إنه نحن مثل باقي الفيديوهات على اليوتيوب تيجي بتقلك $100 أنت رح تكسب $10,000، لا، هذا المشروع ما بيحقق لك هذا الشيء. والتجربة هاي أنا بعطيها 2/10، بس بأكد لك رح تطلع بخبرة كبيرة جدا، وخبرة بالمشترى عن طريق الانترنت، وخبرة بتركيب رأس الطباعة. رح نحكي بهذا الفيديو عن طريقة تركيب وعمل طابعة الشوكولا نوع لاكي بوت. أولا، صندوق المكونات بيحتوي على رأس الطباعة ومحول تيار متناوب ومستمر وعبوات الشوكولا ورأس بسق الشوكولا وصندوق الملحقات. مجموعة العجلات تحوي على معدات ميكانيكية للتركيب وعجلات التحريك. وضمن العلبة الحاوية على محول التيار المتناوب المستمر يوجد وصلات كهربائية ومحول التيار. وصندوق الملحقات يحتوي على وصلات كهربائية ومعدات ميكانيكية وأغطية حماية. صندوق الأنابيب بيحتوي على 4 عبوات لتعبئة الشوكولا. رح نبدأ بشرح كيفية تثبيت جهاز طرد الشوكولا نوع لاكي بوت على طابعة إندر برو تري. رح نبدأ بتجهيز الأدوات الملحقة من الوصلات الكهربائية ومعدات التثبيت الميكانيكية. رح نضطر نفك بعض الأجزاء من طابعة 3D إندر برو. في البداية نقوم بفك غطاء الحماية لطابعة 3D. نقوم بفك غطاء الحماية والنزل والتيوب اللي هي خاصة بطباعة BLA والABS. ننتقل لعمليات التوصيل، وننتقل لعمليات التوصيل حيث نسحب كابل من المحرك المحور E ونقوم بتوصيله لرأس بسق الشوكولا، ونركب الإبرة المعدنية اللي تبصق الشوكولا. نثبت اللاكي بوت على المحور ونقوم بشد براغ التثبيت. نقوم بوصل الكابلات. لنقوم بالمعايرة بنحط ورقة، هاي الورقة بنطويها لقسمين حتى تعطي سماكة، أو بنحط الورقة اللي موجودة مع رأس البسق اللي اجت معه، ومنتابع توصيل الكابلات الكهربائية. وبالتالي نكون قد انهينا عملية الاستبدال والتركيب. ننتقل الآن لشرح تثبيت اللاكي بوت على طابعة أنيكوبيك ميجا زيرو. نعيد نفس العملية السابقة لفك الأجزاء المتعلقة بطباعة البلاستيك واستبدالها بالأجزاء المتعلقة بطباعة الشوكولا، ومنركب كل جزء بالمكان المخصص إله، وبعدها منقوم بتركيب الكابلات الكهربائية، ومننتقل لموضوع المعايرة بعدها. من الأمور الطريفة التي حصلت معي وأنا أقوم بتركيب رأس طباعة الشوكولا، بعد أن ركبته حاولت أن أقوم بتشغيله لم يتم التشغيل. السبب أنك بحاجة لضغط فترة مطولة على زر التشغيل
ثانيتين حتى يعمل. أما في حالتي أنا فكنت أضغط جزء من الثاني جزئين من الثاني، لم يكن كافيا حتى يتم التشغيل. ننتقل الآن لتثبيت اللاكي بوت على فلاش فورجا بوكس لاب أكولا، ومنعيد نفس العملية اللي اتبعناها مع الطابعتين السابقات من فك الأجزاء المتعلقة بطباعة الـ BLA، ومنركب الأجزاء المتعلقة بطباعة الشوكولا. وكان عندنا هدف جديد بهذا الفيديو، انه نحن نوصل المحتوى بأبسط طريقة وأسلس طريقة، فأخذنا معلوماتنا من الموقع الأساسي للاكي بوت وقمنا بترجمتها بأدق ما يمكن، وهي موجودة بصندوق الوصف، فأنتوا راح تلاقوا شرح مفصل للتركيب وهنيك مع أسماء القطع. نوصل وحدة المقاومة درجة الحرارة المرفقة مع اللاكي بوت، ونركب الغطاء الواقي للوحة الأم لطابعة الـ FDM. وأهم نقطة أثناء تركيب الحزام، لازم الحزام يكون مشدود، فلهذا الشيء نركبه نحن من الأسفل على شكل حرف V، وأحد الجنبين بنقوم بشده لحتى يصبح متناسب ومنشد البراغي. Please like and share. And don't forget subscribe our channel. نحن فينا نستخدم ورق الآفور لحتى نقوم بالمعايرة، بس منفضل نحن أن نطويها لقسمين وهيك بتزداد سماكة الورقة. منقوم بعملية المعايرة على 4 زوايا، والمعايرة هي أنك تحط الورقة أسفل الإكسترودر وتقوم بتحريك الورقة. طبعا راح انت تعاير بالزد، تحرك المحور زد لحتى يوصل لقدرة ان الورقة تتحرك. بس تحركت الورقة مع تدقير بسيط خلاص، هذا هو المعيار اللي بدنا اياه. منقوم بنقر نقرة مطولة ليعمل جهاز طرد الشوكولاتة. بخصوص موضوع التسخين، فالتسخين هون بيختلف عن موضوع الـ FDM، انه في مرحلة زيادة. يعني نحنا بالـ FDM نضبط درجة حرارة واحدة، فرضا الـ BLA 200 درجة مئوية، أما هون فعندك درجتين حرارة تضبطن وفق الجداول اللي معك بالكتالوج، اللي هي درجة حرارة الجزء السفلي، وفي عندك درجة الحرارة اللي بنوضع فيها الأنبوب اللي فيه شوكولا. وفي نقطة مهمة، أثناء تركيب أنبوب الشوكولا لازم نقوم بتدويره بشكل بسيط لحتى يركب بمكانه بالطريقة المناسبة. من المستحسن أن يكون درجة الحرارة السفلية هي نفسها درجة حرارة الجدار الجانبي، أو يكون أعلى بدرجة حرارة واحدة من درجة حرارة الجدار الجانبي. وفي ملاحظة تانية، إذا كان درجة حرارة 34-35 درجة مئوية، فبدك تضطر تنتظر نص ساعة حتى يدوب الشوكولا بالجهاز الطرد الشوكولا. أما إذا كان درجة حرارة 37-38، فبدك تنتظر حوالي 15 دقيقة. طبعا انتظار وقيم ضبط درجات الحرارة في جداول ترجع لها لحتى تقدر تطبع الشوكولاتة.
هلا ننتقل لنحكي عن عامل النماذج، صيغة الـ STL والتصدير لجهاز الطرد شقلة. البرنامج اللي بيعتمده هو برنامج الكورة. البرنامج الكورة حاطط لك هو رابط من الموقع، بتحمل البرنامج الكورة خلاله وبتقوم بتعريف الجهاز طرد الشوكولا فيه. ومن الستور تبع الكيبورد نفسه فيك تحمل STL-ات، وفي منه جي كود بتاخده وبتطبعه مباشرة. في ملاحظات مهمة انه خلال البرنامج اذا انت بدك تعمل الجي كود لازم تنزل ملف لكي بوت 0.84 INI. يفترض تشوف النموذج اللي انت عم تصنعه وتتخيل كيف بده يطلع على الطابعة وتحطه بطريقة مناسبة. ومنقوم بحفظ النموذج بصيغة جي كود وحفظه على SD كارت ونقل هذا SD كارت لطابعة اللاكي باوت مباشرة عملية الطباعة. بس نشغل الطابعة نختار Print from Media وبعدها نختار For Lucky Boot .G code ومنعطيه أمر Print ومنتأكد من إعدادات الطابعة. اللقطة اللي عم بشرحها هلأ أخذت معي يومين لحتى قدرت اتجاوز هاي المرحلة. أمر بيبي ستيب زد صرت طبقه على الإندر برو بالFDM وصرت طبقه على طباعة الشوكولا. بيريح كتير من موضوع المعايرة، انت فيك تخفض الزد وترفع الزد بطريقة كتير سلسة وبسيطة، وهذا الشيء كتير بيريح أثناء الطباعة يعني، وخصوصا انه طباعة الشوكولا هي على مراحل مش مرحلة واحدة تخلص القطعة. ممكن تضطر تطبع توقف الطباعة وقت لحتى يجمد الشوكولا وترجع تتابع لتبني طبقات فوقه، مش بالضرورة تخلص النموذج كله من اول مرة. يعني فيك تعتبرها عمل، يعني بدك تبقى جنب المكنة عم تشتغل شغل وتأدي العمل لحتى تنجز النموذج، بده ياخد وقت ومراقبة. حاولنا بهذا الفيديو نقدم فكرة جديدة عن طباعة الشوكولا. نتمنى أي شخص بيشوف نقطة سلبية بالفيديو أو نقطة إيجابية بالفيديو بس يكتب لنا بالتعليقات أو يراسلنا على الفيسبوك والإنستغرام ويطلب إذا في أي فيديو أو أي شرح بخصوص موضوع الطباعة ثلاثية الأبعاد وبخصوص تصميم الكاد، فنحن جاهزين دائما. وبشكركم على حسن المتابعة.